أحكام وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد، حكم وأحاديث رشاد. ابحث عن حياتك الماضية، ما الجديد؟ خير الزاد، خير الزاد. شهوة عارمة كبحتها كيوسف عليه السلام، رشاد نور بقلوب العمى. موقف غضبي كظمت غيظك لوجه الله عز وجل، رشاد نور بقلوب العباد. التوحيد أن لا ترى مؤثر في الوجود إلا الله عز وجل، ومضاة في خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان في حياته الدنيا إلى أن يموت يمر بما يوجب السؤال من الغير. الإنسان كما يقال مدني بالطابع، يعطي ويأخذ، تمر عليه بعض الأزمات، يحتاج إلى معونة الغير. هنا الشارع المقدس من خلال الآيات والروايات يؤكد على أمر: إذا أردت أن تسأل اجعل سؤالك فيما ينفعك، فيما فيه ضرورة. السؤال ذل ولو لإراءة الطريق. هذه الأيام الأجهزة كاشفة عن الطرق، لماذا تسأل الغير؟ استغني عن السؤال قدر الإمكان. كل سؤال فيه حالة من حالات الذل الباطنية، والله عز وجل أوكل أمور المؤمن إلى نفسه إلا أن يذل نفسه. في القرآن الكريم يصف حالة المؤمنين: المؤمنون ليسوا جميعا أغنياء، فيهم الفقراء لا يملكون قوت سنتهم. الوصف القرآني ليس فيه مبالغة، القرآن أجل من ذلك. المبالغة في كتب الأدب في الشعر والناثر، هذا كلام رب العالمين. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إنسان مثلا جائع وهو لا يريد الطعام، يعني يجل نفسه عن السؤال طبعا الطعام الذي لا ضرورة له. أو قل فقير يمشي في السوق يرى سلعة كمالية نفسه معرضة عنها، لما؟ لأنه متعفف. والغني معرض عنها لأن له مثله، إذن كلاهما مستغنيان. الغني نفسه لا تتوق لأن له مثله، بل أفضل من ذلك، أثاثه أفخر من هذا. الفقير زاهد في الأمر، إذن هو والغني على حد سواء، بفارق أن الغني إذا افتقر يوما نفسه تهفو، ولكن الفقير المؤمن له كنز في باطنه لا يفنى. تعرفهم بسيماهم، نعم هذا الفقير
هذا الفقير لا يملك قوتا كافيا على وجهه، علائم الضعف، علائم الجوع مثلا، هكذا الفقير في نظر القرآن الكريم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، عفوا قبل ذلك، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: السؤال يضعف لسان المتكلم. يتفق فقير يذهب إلى شركة تجارية يريد مالا من صاحبها، ويرى هنالك امرأة سافرة تشتغل عنده، يقول: إن نهيت عن المنكر لا يعطيني ما أريد، يسكت. إذن لسانه يضعف لأنه سائل، ولو ذهب إلى مكان ليعطيهم شيئا لسانه ينطلق، يقول: يا فلان أساعدك وعندك منكر، أرجو أن تقلع عن منكرك. يقولها وهو قوي القلب. تأتي امرأة سائلة تقول له: لها يا فلان، ما هذا الحجاب الشرعي؟ لك أن تأمرها بقوة، ويكسر قلب الشجاع البطل. أمير المؤمنين بطل الأبطال لأنه كان مستغنيا. الشجاع عندما يكون في مقام السؤال يتحول إلى إنسان ذليل. رأيتم بعض رؤساء الدول تدور عليهم الأيام، يوضعون في السجن خلف القضبان، كيف يتكلمون؟ لأنه سائل، صار ذليلا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويوقف الحر العزيز موقف العبد الذليل، ويذهب بهاء الوجه. ولهذا بعض الفقراء لماذا يرتكب المنكر أو الجريمة؟ لأنه ذليل في باطنه. إذا ذهبت إلى دولة حي الفقراء يقول: لا تذهب، هذا الحي في معرض المجرمين، من يتاجر بالمخدر والقتل وغيره، لأن هذا يعيش ذلة باطنية، وأخيرا ويمحق الرزق، ويتسول، يسأل كذا ليكثر ماله. نعم، يجمع مبلغا من السؤال، رب العالمين يسلط عليه مرضا يزيل كل ما كسبه، ولكن في المقابل صلوات الله عليه يقول: التقرب إلى الله بمسألته. كلما ازددت سؤالا كلما زدت قربا وبهاء وعزة. المؤمن كلما تذلل لربه زاده الله عزة. احفظوا هذه الجملة عن أميركم أمير المؤمنين: التقرب إلى الله بمسألته، وإلى الناس بتركها. إلى الله بالسؤال، وإلى الناس ماذا؟ بترك السؤال. إبراهيم اتخذه الله خليلا. أنا عندما أصل لهذه العبارة اتخذ الله إبراهيم خليلا، واقعا مقام مذهل. لو أن مرجع التقليد اتخذ إنسانا خليلا، كم وزنه، كم يفتخر رب العزة. اتخذ إبراهيم خليلا لأن فيه صفتان مع باقي صفاته: محطم الأصنام، ذابح إسماعيل، كله في محله، ولكن صفتان في إبراهيم لم يرد أحدا ولو بما أمكن، ولو ببذل يسير، ولا يسأل أحدا. انتهى الأمر، لم يرد أحدا ولم يسأل أحدا غير الله عز وجل. هذه من صفاته. طبعا هناك ما يقال قيد، لا نقول المؤمن لا يسأل، وقع في دين مهدد بالسجن يعمل بهذه الرواية، غير معقول. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث:
في دم منقطع، إنسان مطلوب بالدية. هذا لو سأل الدية، إنسان قتل قتلا خطئيا مثلا مطالب بالدية، أو غرم مثقل يأتي طالب المال يضرب باب الدار أمام أهله وعياله يصاب بالخجل، اذهب خذ دينا وسد هذا الأمر. أو حاجة مدقعة، إنسان بحاجة إلى علاج، لا يقول أتأسى بإبراهيم الخليل، لا أسأل أحدا، هذا الإنسان في معرض التلف. رواية أخيرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عملوا بهذه القاعدة إلى درجة ملفتة مذهلة. النبي الأكرم قال لأصحابه: تبايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا؟ النبي أطلق القول فقالوا: نعم، قبلنا المبايعة. الآن ما النتيجة؟ يقول: فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل لها بيده عودة أو شابة على ظهر الناقة مثلا، هذه العودة تسقط إلى الأرض، بإمكانه أن يقول: يا فلان ناولني، بدلا من أن ينزل ثم يركب معاملة. يقول: أحدهم كان يأخذ المخصرة فينزل ولا يقول لأحد ناولنيها، كان بإمكانه أن يوفر. في المنزل الماء قريب منك وأنت عطشان، لماذا تتكاسل؟ قم واذهب واجلب الماء لنفسك، لماذا تسأل الخادم مثلا؟ لا بأس، ولكن هكذا كن مستغنيا قدر الإمكان. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.